مرحبا بكم الى الناس الكل. بعد الهزيمة امام العين الاماراتي، عمار الاجمل يستفز جماهير الترجي بهذه الطريقة. باش نشاهدوا اكثر تفاصيل على هذا الموضوع، ما تنساش مع الفيديو ابوني للشان يوتيوب متاعنا باش توصلك كما قلنا اخر الاخبار. تم أمس تداول مقطع فيديو لعمار الأجمل على صفحته الرسمية، وهو يتحدث في رسائل سخرية واستفزاز للترجي التونسي بعد الهزيمة الثقيلة أمام العين الإماراتي، حيث لمح أنه شفي من إصابة عينه في إشارة لاعتداء غيرنا الشعليلي في المعركة الشهيرة بينتهم، ويعتبر أنه مباراة أمس حققت له الشفاء، كما علق في الختام بأن النجم الساحلي حقق المرتبة الرابعة في المونديال. وظهر عمار الأجمل وهو يغطي العين متاعه ويقول خيبها وجيعة العين عيني رجعت لبس.